اهلا بيكم وفيديو جديد من سلسلة كلامه بس. ازيكم عاملين ايه؟ وفيديو النهاردة من سلسلة كلامه بس. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ياريت تتأكد انك عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ويلا بينا نبدأ في فيديو النهاردة. محمد عادل إمام يدعم الشاب أحمد عمر ضحية التنمر. طبعا كلنا عرفنا مين أحمد عمر من كتر ما فعلا قضية انتشر يعني كتير قوي. هو باختصار شديد جدا شاب رايح يقدم على كلية تربية رياضية تمام بكفر الشيخ واترفض بسبب شكله. أنا جيت أبص على كل الصور، انا شايف ان هو شخص طبيعي جدا، يعني مفهوش اي انا مش فاهم فيه بصراحة، مكبرين الموضوع على ايه. يعني هو كمان بيعاني من التنمر في كلية التربية الرياضية بسبب شكله، وقال انه بيعاني من حالة طبية مشهورة جدا ولكنه تعرض للتنمر من حالته اكتر من مرة وهو صغير، وكمان في الدروس اللي كان بيروحها، وكان يعني بيخاف جدا من التنمر عليه، بيخاف يروح في حتة بسبب موضوع التنمر. ولكن الموضوع ازداد لما اترفض في الكلية. وطبعا كل الفنانين فنانين كتير جدا غير محمد امام دعموا الشخص ده اللي اسمه احمد عمر، ونزل عنده على صفحته الرسمية على الفيسبوك متضامن معاك وكل الدعم ليك احمد عمر، هاشتاج احمد عمر هاشتاج محمد امام. طبعا محمد امام ده حاجة كويسة جدا منه اللي هو يعمل حاجة زي كده. هو كمان محمد امام بيصور مسلسل اسمه الملك قريب جدا، يعني تقريبا على رمضان الجاي تقريبا، وانتاج شركة سينرجي. مش عايزين نطلع بره الموضوع، واتمنى ان انتوا تساعدوه، يعني تحاولوا يكون اي حد مسؤول في محافظة كفر الشيخ ان هو يعني يدخله الحاجة اللي هو الكلية اللي هو عايز يدخلها. والصراحة موضوع التنمر ده بيزيد عن حد كل يوم عن يوم بيزيد. انا شايف الشخص يا جدعان ما فيهوش اي حاجة، يعني راجل مبتسم والدنيا جميلة، يعني هو ليه يعني ايه كل حاجة تنمر؟ ما سيبه، هو ربنا خلقه كده يا جماعة، خلوا راجل يعني. والله بصراحة انا او حاجة غريبة، يعني مش هقدر يعني عشان انا ايام عملت فيديوهات عن التنمر وقعدت اقول للناس وانصح الناس في كده، حتى لو مين نصح الناس هتبقى هي. فبس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واهم حاجة تفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجاية جديدة. وبس كده وسلام عليكم.